السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم قاعدين في غرفة العبيد اللي كان بيجي من هو، وكانوا بياخدوهم علشان عبيد بيختفوهم اما عن طريق الحروب او عن طريق تجار الرقيق اللي في القرن 17 و 18 و 19، ويودوهم لاوروبا، لفرنسا، لبريطانيا، لكل الدول الاوروبية او لامريكا حتى، علشان يستعملوهم كيد عاملة رخيصة جدا جدا جدا، عشان قبل الثورة الصناعية، قبل الاندستريال ريفوليوشن ما تحصل، كان بيقعد هنا نساء او رجال، كل اطفال الى اخره. هم طبعا زي ما انتم شايفين الارتفاع ان هو بسيط جدا. الممر ده كانوا هم بيقفوا يتبولوا فيه ويتبرزوا فيه، وبعدين كانوا يناموا هنا على الاماكن دي كلها. كان لما يخش المكان ده كان مفتوح على المحيط، هنا هو زي ما انتم شايفين مفتوح على المحيط، ولما بيتبولوا او بيتبرزوا يخش الميه من المحيط وتنظف المكان ده. طبعا دي نوع من انواع السلاسل اللي هم كانوا موجودين بيها زمان وهم نايمين، يعني ما كانوش يقدروا يقفوا، ان هو كان طول قعدتهم ان هو اما انهم جالسين او انهم يعني نايمين فقط في المكان ده. فلذلك دي الحاله اللي كانت يعني بيعيشوا فيها العبيد، ثم يلفوهم ويودوهم لاوروبا والامريكا والدول الاخرى علشان ايه تطلع من هنا لهناك. طبعا الامر ده محدش يعني نجا منه، لكن ده كل ده كان بيحدث قبل الثوره الصناعيه اللي حصلت في اوروبا وامريكا، وازاي عمل البشر الافارقة تنور هذه المعامله السيئه اللي مات فيها الالاف او عشرات الالاف من الاطفال والنساء والرجال، واللي اغتصبت فيهم نساء وبنات كثيرات في اثناء هذه الرحله المضيئه، الى ان بدا السلطان بتاع زنزبار عام 1873 وحرم تجاره الرقيق، وكذلك قفل سوق الرقيق في زنزبار. ما زالت تجاره الرقيق موجوده الان في بعض الدول العظمى، تستغل الدول الصغرى، ولكن الحديث ده بيكون في مكان ثاني وفي وقت ثاني باذن الله. من زنزبار، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.